السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة يعني العنوان من الممكن لبعض الناس لأول وهلة لما يسمع العنوان يقول لك لا أنواع الأحلام، ما أنا عارفين الرؤية الصالحة والرؤية اللي فيها شر، ما عم بتكلم بمنتهى البساطة، لكن اللي هو تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية من الله، حلم من الشيطان، حديث نفس، لا مش ده اللي هتكلم فيه، مش ده اللي هتكلم فيه. كلام علمي لازم ناخد بالنا منه. أول حاجة أنواع الأحلام أو الرؤى، وهي أحلام التنبؤ أو النبوءة. نبوءة احنا أنبياء، مش ده اللي أقصده. في أحلام تتنبأ بما سيحدث لك في المستقبل. أمال هو ربنا مديك إشارة ليه؟ عشان الحاجة دي هتحصل لك في المستقبل، فدي بتندرج تحت أحلام التنبؤ أو النبوءة. اثنين، أحلام اليقظة. أحلام يقظة يعني أحلام يقظة. للأسف الشديد بعض الناس يقول لك في بعض الناس ممكن تحلم وهي صاحية، ده كلام فارغ ليس عليه دليل، كلام لا يقبله لا عقل وليس عليه أي دليل من أي جهة. وإنما أحلام اليقظة هي مجرد خيالات يقوم الإنسان باختراعها أثناء اليقظة، وبيتخيل أنه غفل شوية كده. لا لا لا، دي مش أحلام، دي مش رؤى. ثلاثة، أحلام الإشارات. يعني إيه أحلام إشارات؟ دي بتكون عبارة عن إشارات بتساعدك في كيفية حل مشكلة أنت واقع فيها أو اتخاذ قرار لابد منه في حياتك. فربنا بيديك إشارة تعمل إيه في المشكلة اللي أنت عايشها. أربعة، أحلام الصح والكاذبة. يعني هل فكرت يوما أنك استيقظت من النوم وذهبت لممارسة روتينك اليومي؟ استيقاظ، تنظيف أسنان، تناول وجبة إفطار، الذهاب للعمل، وفجأة تكتشف أن روتينك اليوم كنت بتحلم بيه. دي اسمها أحلام الصح والكاذبة، فتدرك ساعتها أن ما حدث للتو كان مجرد حلم وليس يعني أن أنت كنت في الحقيقة. وهو كتير من الناس كده بيحلم بروتين الحياة اللي هو عايشه، هو الصبح بيقوم بيعمل كذا، بيروح الشغل، بيجي من الشغل، بيعمل بعد كذا بعد الشغل، يفاجأ بعد ما يستيقظ ان كل اللي شافه ده كان حلم. اسمها احلام الصحوة الكاذبة. خمسة، الكوابيس. طبعا دي بتكون احيانا بسبب كميات كثيرة من الادوية بناخدها فتحصل لك كوابيس، او ربما تكون حلم من الشيطان. طبعا الاشياء دي كلها بتكون بسبب ضغوطات الحياة فبيحصل الكوابيس. فالكوابيس ليست رؤى، وإنما قد تكون بسبب ضغوطات الحياة، قد تكون من الشيطان، قد تكون بسبب أن أنت مثلا أخذت أدوية مفرطة، أنت مفرط في أخذ الأدوية فبتسبب لك كوابيس. ستة، الأحلام المتكررة. وطبعا أنا اتكلمنا في الكلام ده يعني كتير جدا، فده نوع من أنواع الأحلام اللي هي الأحلام اللي بتتكرر عليك. طبعا احيانا بتدل على الافراح والمناسبات، الاحلام المتكرر ايضا، واحيانا بتدل على الحذر من شخص لما تشوف علو اكثر من مره في المنام الى اخر هذه الامور. وانا ذكرت اربع او خمس فيديوهات في قضيه الايه، الاحلام المتكرره واسبابها وعلاجها والى اخره. سبعه، الاحلام النفسيه. يعني ايه؟ دي احلام نتيجه لاحاسيس ومشاعر ورغبات الشخص، فدي بتندرج تحت الأحلام النفسية. وغالبا ما تكون هذه الأحلام بتكون حديث نفس، إلا ما نظر منها فبتكون رؤية. تمانية، ودي الأخيرة، وهي الأحلام المتطورة. يعني يحدث لبعض الأشخاص حيث يرى البعض مجموعة أحلام مرتبطة ببعضها أو سلسلة من الأحلام، وبتكون على عدة أيام. و في البداية انت ما تعرفش تفهم ايه مقصود الحلم ده الا لما تضمه مع الحلم تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم
طبعا مش كل الناس كده، لكن في احلام لازم تتجمع مع بعضها علشان تفيد شيء في الاخر. ربما ترى شيء في اول ليله، تاني يوم تشوف شيء يفسر لك رمز في الرؤيه الاولى، والكلام ده احنا فسرناه وذكرناه اكثر من مره. فدي انواع الاحلام، تدرون في اللقاءات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.